أعتقد أنه خطاب التعصب وخطاب الخالي من المحبة، القداستك بتقول هو ترجمة لقول من أقوال السيد المسيح أو لرسالة السيد المسيح ليكون الجميع واحدا. أنا بالزبط. قادرة أفهم ده، ودايما قداستك تتكلم عن الذي يجمع مش اللي يفرق. لكن خطاب الكراهية أو خطاب التعصب إذا صح التعبير موجود طول الوقت. إزاي حضرتك أو إزاي قداستك شايف أنه يجب أن يتم التعامل معه، أو كيف تتعامل معه بسلطتك الكنسية إذا صدر من رجل دين، خلينا نقول من داخل الكنيسة أو من خارجها؟ يعني هو بيحصل طبعا المحيطين. الكنيسة لها صوتها الرسمي صوت الرسمي، يعني كنيستنا القبطية الأرثوذكسية اللي هي الكنيسة الوطنية في مصر لها صوتها الرسمي، وصوتها الرسمي ده بيطلع من مركزها هنا في القاهرة. ممكن فرد كيف ما يكون موقعه يسيء التعبير ويسيء الفهم، وممكن يقول كلام غير مناسب. لنا معاملاتنا وياه داخليا، المساءلة والتحقيق والعقاب كل ده بنعمله داخليا، لكن أنا يهمني جدا ألا تجرح المحبة اللي ما بين الجميع. ألا تجرح المحبة طبعا. بس أنا عايز يعني أضيف حاجة لحضرتك. المشكلة ان هو البابا وهو المدير، بمعنى انا بقوم بالدورين دول. هو البابا، اي والد عندنا واي بابا له طريق التعامل، اب، لكن في نفس الوقت هو المدير النواحي الاداريه بقى، يعني في محبه وعدل محبه وحزم فهي بتيجي من كده. ما اقدرش مثلا امسك ابني ده اللي غلط وافضحه، ولا عملنا فيه وخلينا فيه وسوينا فيه، ما نقولش. وصلت رساله قداسه بابا، ودي رساله مطمئنه، لانه اعتقد انه طول الوقت بشوف كده انه القواعد تتلاقى، لكن يفضل بعض الناس زي ما قداستك وصفت كده انه ليه قناعاته الخاصه. بقياس اخر، ومش عايزه اقول انه في قياس بعيد عن برضو قليلين من صغار نفوس، بعتقد أنه ملف المواطنة من الملفات اللي طول الوقت كانت مطروحة ككلمة اجتماعية كده بنروج بيها حاجة لطيفة. أنا ملاحظة، ومعرفش قداستك صلح لي، جملة دي ما بطلنا نستخدمها، دي علامة إيجابية ولا سلبية؟ إيجابية، إيجابية خالص. أولاً لأنها بتتحقق على أرض الواقع، ما بقتش قبل كده كنا بنعملها ديكور. ديكور في المناسبات، في اللقاءات، في الاجتماعات تتقال كديكور. لكن النهارده أسس المواطنة، الحقوق والواجبات، خدت مسافة كبيرة وبعد كبير في الحياة المصرية، وده شيء يحسب للسنوات من أول بداية 14. ده شيء يحسب فعلا. والطريق لسه طويل، وكل يوم نقدر نبقى وكل يوم بنشوف الوضع بيتحسن وبيظهر بصورة لتحقيق المواطنة الصح، إن كل الأفراد هم مواطنون أمام القانون بفعل الدستور وأمام الحياة الاجتماعية في مصر دون النظر لأي حاجة تانية. ده حقيقي، وأعتقد أن دي غاية لكثيرين بغض النظر حتى عن القضايا الدينية، يعني طبعا. فكرة المساواة.